جزاكم الله خيرا. يهتم الناس بأمور دنياهم كثيرا شيخ صالح، فإذا ما أراد الإنسان أن يبدأ بمشروع دنيوي بحث عن المستشارين والمخططين والمهندسين وبذل أموالا طائلة كي ما يكون المشروع ناجحا بنسبة معينة. فما هو توجيه الشيخ صالح لمن أراد أن يقوم بمشروع عبادة لله سبحانه وتعالى؟ الأمر كما ذكرتم لأن الناس يهتمون بأمور دنياهم، بحيث إن أحدهم إذا أراد إقامة مشروع فإنه لا يقدم عليه حتى يعرف أبعاد هذا المشروع ومخططاته وكيف يقيمه على الوجه الصحيح، خشية أن يغلط ويخسر ماليا. إذا كان هذا أمر الدنيا فأمر الدين أولى وأوجب، أن الإنسان لا يقدم على عبادة حتى يتعلم كيف يؤديها على الوجه الصحيح، لئلا تكون عبادة غير صحيحة ولا يحصل منها على أجر. لأن العبادة إذا كانت على جهل فإنها لا تقبل. العمل العامل إذا كان على غير دليل وعلى غير الوجه الشرعي يكون ضلالا لا أجر له فيه، بل فيه الإثم. الله سبحانه وتعالى بين لنا أحكام العبادات وفصلها، فما علينا إلا أن نهتم بطلبها ومعرفتها من الطرق الكثيرة لذلك، بقراءة الكتب والرسائل وبسؤال أهل العلم وبالحرص على تطبيق السنة لأداء العبادات حتى تكون صحيحة وتكون مفيدة. ولا يغامر الإنسان على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله على غير وجه صحيح، على غير وجه شرعي، فإنه يكون هذا العمل يكون وبالا عليه ويكون تعبا بلا فائدة. نعم، جزاكم الله خير.